منتجع بلو ماونتين. هاي القرية تبعيت التزلج في أيام الشتاء، يكون كله تليان، اللي هو قريبة على كولينغوود. هاي من الجبل، من فوق من مرتفع النص المرتفع. قدامك هذا جورجيان بي، وهدول بحساب الرشاشات تبعوت ايام الشتي. اذا الثلج خفيف بيساوي ثلج اصطناعي. وهذا بيجي من فوق، وهذا التلفريك من هون.